كتير كتير ناجحة وكتير حلوة. مسرحية حلوة كتير ومنشجع كل الجالية يجوا يحضروها. مسرح الوعد بيقدم مسرحية قطعة حيلة هالعيلة، تأليف محمد السعودي وإخراج عباس مراد، بالاشتراك مع نخبة من الممثلين بأستراليا. هاي هلا انت اول مهاجر اجى من لبنان على استراليا. It was a beautiful 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 play. بعرضين الجمعة 31 ماي والجمعة 7 جون الساعة 6:30 المساء بالبراين براون ثياتر بانكستاون. للحجز 0430155107. That's 0430155107. انت اصلا عشت ومتت لحتى اخذتني. ولك وعموت وعيش الف موتة تأخلص منك. تعالوا شوفوها حلوة. خلك عندها عشرات الدنمات بالجنوب. وكيف الكبير اللي ما عنده كبير يشتري كبير كيف بيحلوا الأمور. لك يا ابني يا ابني روق خلص بقى هالدراجز اللي انت فيها. Performance tonight I think it was excellent. والله كبروا الولاد الحمد لله الحمد لله. والله الحل بسيط مثل ما بقلك وبضلني بقلك على طول، طلقني وخلص حالك. بعدين انا ما بعرف كيف انت بتعيش مع وحده لا بتحبها ولا بتحبها. مسرحيه جميله جدا يعني very professional وضحكنا طوال العرض. حبك يا ستي كوثر من هالصين واكثر من مثلك مين ست لحلوين ودوي ياسمين فلو عنبر. كتير بحيي فريق العمل، كانت مسرحيه رائعه. واهم شيء تطرح المسرحيه انه المشاكل العائليه بتنحل بطرق عائليه. قبل تقطيع الكيك في كلمتين بدي اقول لكم اياهم. انا عارفه عم تعملوا كل هالشيء لحتى تردوني، بس انا ما هيدا اللي بدي اياه. انا بدي اياكم ترجعوا عيلي مثل باقي العيال كلها اللي بتحب بعض وبتخاف على بعض. قطعت حيلي هالعيله. للحجز 0430155107. That's 0430155107. That was funny and enjoyable and the acting was excellent. The story was great. I really really recommend people to come and see it. Great comedic timing, good story. The performances were good. Excellent timing with the comedy, man. I recommend anyone to come out. نشكر الأستاذ عباس مراد على هذا العرض، حقيقة مسرحية تعالج ظاهرة اجتماعية مهمة بأسلوب كوميدي، ونتمنى من الجميع الحضور في العرض القادم. قصة كتير حلوة ومعبرة. كتير كانت حلوة المسرحية، كتير انبسطنا وكل شيء كان كتير مهضوم وكلهم كتير عفويين وكل شيء كان كتير حلو، كتير ضحكنا. كانت كتير حلوة المسرحية وإن شاء الله بالتوفيق يا رب. يعني العرض المسرحي اللي تم الليلة كان يعني عمل رائع جدا، ويناقش مشاكل وقضايا اجتماعية نعيشها هنا في المهجر في أستراليا. ست أشهر شغل، ست أشهر تعب، ست أشهر عذاب، بس بالآخر كانت الثمرة طيبة والنتيجة والحصاد كان حلو وجميل. فبشكر كل اللي اجوا شافونا الليلة وبتمنى يجوا كمان بعد في ناس يشوفونا جمعة الجاي بسبعة الشهر يوم الجمعة هون بنفس المكان ببراين براون تياتر بانكستاون. كتير انبسطت بهيدي التجربة، هيدي تاني تجربة مع أستاذ عباس والجروب كله سوا. Okay, I'm very happy, I'm very proud. The whole team worked very hard. I would like to thank the directors, everyone, the author, the writer, all the actors and actress. Would like to also thank all the audience for coming. بحب اتشكر كل حدا والله من قلبي، كل حدا اجى اليوم ووثق فينا وحب يجي يجرب هالتجربه الجديده. مشكلتنا انه المسرح باستراليا بعدنا تجارب قليله كانت ودل في وقت طويل جاب ما حدا اشتغل شيء جديد، فبنشكر كل واحد وثق واجى فكر يجرب ويحضر هيك شيء. بحب اشكر كل الناس اللي حضروا وشرفونا، نحن فخر لنا وجودكم، وبعتقد اللي زاد المسرحية غنى
هو إعجابكم ووجودكم معنا. أنا بشكر الجميع والجميع يلي إجوا حضرونا اليوم، عن جد كان يعني المعنويات اللي أعطيتونا إياها اليوم تدفعنا إنه على طول نعمل إشياء جديدة لكل سنة، وأنا بشكركم كتير كتير كتير، وكتير الناس حبوها ويعني أخذنا فيدباك حلو كتير. ومعكم علي حبيب. عيسى البابا. دارين راشد. إيمان سمان. نجاح حيدر. أبو عايد. وبطلب منك يا ربي وإنت فينا أخبر. حبك يا ستي كوثر من هلصين وأكثر. بحب أتشكر أيضا العلاقات العامة علي بعلبكي ومساعد المخرج علي حيدر. شكرا لكم. وأخيرا مع مخرجنا المتميز الأستاذ عباس مراد. شكرا لكم.